أحبائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ الثمينة والحقيقة النهاردة نفسي أتكلم معاكم عن الأوقات والأزمنة إحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إن إزاي الصوم الرب يسوع لما اتسأل عن الصوم ابتدى يتكلم عن الأوقات والأزمنة المختلفة اللي محتاجين نعرفها ونفهمها ونبتدي نتأقلم مع ربنا ونكيف حياتنا ونكبر معاه ونتغير معاه النهارده يمكن هتكلم معاكم عن الأوقات والأزمنة اللي جت في سفر الجامعة إصحاح تلاتة الكتاب بيقول لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت كلمة أمر في الحقيقة جت بالإنجليش يعني purpose أو غرض كل حاجة بتحصل في الدنيا ليها وقت وليها موسم وليها زمن لكن كمان حاجات دي ملهاش مش بس بتحصل وخلاص لكن كل حاجة كمان ليها غرض ليها هدف الكتاب ابتدى يقول اوقات حاجات مختلفه بتحصل في حياتنا لكن الايه 11 بيقول في عدد 11 من اصحاح 3 عدد في الجامعه بيقول صنع الكل حسنا في وقته وجعل الابديه في قلبهم التي بلاها لا يدرك الانسان الذي العمل الذي يعمله الله من البدايه الى النهايه يعني اكن بيقول الحاجات اللي بتحصل في حياتنا مش مجرد احداث مش مجرد اوقات حلوه اوقات صعبه مش مجرد اوقات فرح واوقات حزن لكن كل الحاجات دي كل الاحداث دي اللي ربنا بيمررنا بيها في حياتنا علشان ليها غرض ليها هدف ليها صياغه معينه بتشكلنا بيها علشان ربنا بيحضرنا للابديه علشان كده ما فيش حاجه في الدنيا هيبقى لها اي معنى ولا هيبقى لها اي طعم ولا هيبقى لها اي هدف اذا ما كناش نفهم معاملات الله معنا وفينا وفي حياتنا واللي بيعمله الله من خلال كل الاحداث اللي بنمر بيها عشان الابديه. الهنا اله ابدي، اله ازلي واله ابدي وبدون حقيقه الابديه والحياه اللي ربنا بيعدنا احنا وبيهيئنا ليها في الابديه مش بس حياتنا على الارض لكن كل حاجه ربنا بيعملها معانا وفينا ومن خلالنا ليها مجد ابدي ليها ثقل مجد ابدي ليها قيمه ابديه ليها هدف ابدي بيشكل فينا وفي شخصياتنا وبيصيغ مننا حاجه مش عشان بس نستفيد منها في الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه لكن كمان علشان يكون ليها وزن ابدي يكون ليها هدف ابدي كتير قوي بنبص على حياتنا على الارض ما بنفهمش ايه اللي بيحصل فينا ليه يا رب بيحصل كده ليه بتمرني بالظروف دي ليه بتمرني بالاوقات الضيقه دي ليه بتمررني بالحاجات الضغوط اللي انا بمر فيها وكمان في اوقات فرح اوقات سعاده اوقات سهله اوقات صعبه لكن في كل حاجه بتمر في حياتنا لو خدنا الاحداث بس بصفه فرديه بطريقه لو خدت سناب شوت لو خدت صوره كده مصمطه من حياتي ما اقدرش اقول ان انا حياتي كلها حزن او حياتي كلها فرح او حياتي كلها خير او حياتي كلها ضيق او حياتي كلها اوقات حلوه او العكس لكن ربنا بيدينا الحاجات دي في حياتنا علشان الاحداث المتلاحقه دي الاحداث المتواليه دي من الزمن على مر الايام اللي احنا بنعيشها بتعمل حاجه عجيبه جدا فينا بتهيئنا مش بس ان احنا نتاقلم على حياتنا على الارض يعني مثلا تلميذ بيذاكر الامتحان بيذاكر طول السنه بيروح كل يوم 8 ساعات المدرسه بيحضر مواد مختلفه بيذاكر بطرق مختلفه لكن مش بس علشان ينجح في السنه اولى ولا سنه تانية ولا سنه ثالثه علشان يبقى في يوم من الايام دكتور او محامي او مهندس او رئيس شركه في حاجات كتيرة بتحصل في حياتنا، حاجات صغيرة ورا حاجات صغيرة ورا حاجات بسيطة ورا حاجات صعبة ورا حاجات سهلة، بس في الآخر الهدف منها هدف أبدي، علشان كده ربنا عايزنا نفهم احنا ليه عايشين، عايزنا نفهم هو إيه اللي بيحصل معانا ده؟ وإيه الهدف من كل ده؟ ربنا مش حاططنا على الأرض عشان نكون في مسرحية هزلية كلها اه أحداث بتتوالى ورا بعضها بطريقه غير مفهومه ونجد نفسنا كده في مواقف مختلفه وحاجات في ظروف مش فاهمينها دي حصلت ليه ولا حصلت لايه؟ لكن الهدف من كل ده ايه اللي بيحصل في حياتي؟ ربنا بيظبط كل حاجه في حياتك وفي حياتك بتوقيت معين بكيفيه وهدف محدد جدا لكن ربنا مش عايزنا نبقى عايشين ماشيين كده قضيه مسلمه كل حاجه تحصل في حياتنا نقول اصل مقدر ومكتوب اصل قضاء وقدر اصل المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين اصل الحاجات دي ربنا سمح بيها فانا لازم امر بيها لا ربنا بيقول قد عرفت ان كل ما يعمله الله انه يكون الى الابد الله استثماره في حياتنا وتشكيله في حياتنا علشان يعمل مننا حاجه يفتخر هو بيها الى الابد في حاجة كثير قوي ما بنفهمهاش واحنا على الارض وقال التلاميذ كده قالوا لست تفهم الان ما انا صانع لكن ستفهم فيما بعد لكن الحلو مع الح... في الحياه مع الرب انه احنا مش م... مش م... ماشيين في ظلمة مش ماشيين في مجهول لكن الكتاب يقول انار لنا الحياه والخلود لو كنا احنا لينا رجاء في المسيح في هذا العالم فقط لكنا اشقى جميع الناس لكن عشان لينا أبدية لينا مستقبل لينا رجاء حقيقي في المسيح لينا حاجة هنملك معه عارف الكتاب لما بيقول هو هيملك على الأرض وإحنا فسنملك معه على الأرض ربنا بيعد فيك وفيكي شخصية الكاهن وشخصية الملك الكتاب بيقول أنه أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا لإلهنا ملوكا وكهنا هل شخصيتي أنا تنفع بكل الحاجات اللي حصلت فيا في العالم قبل ما اجي المسيح بكل صغر النفس والجروح والاحباط والفشل والياس والخطيه والمرار والحزن والالم ربنا النهارده يخليني اكون ملكه معاه عارف لما بيقول للامه اليهوديه بيقول مررت بك واذ زمنك زمن الحب اشفقت عليك غسلتك حممتك وفضل يغير فيها ويشكل فيها وينظف فيها وفي الاخر يقولها ايه قد جملتي جدا جدا وصلحتي للمملكه رب النهارده عايز يقول لك ما تاخدش الاحداث اللي بتحصل في حياتك مجرد ان انت ريش في مهب الريح مجرد ان انت كيفما اتفق كده ان انت تلاقي نفسك في وقت للفرح وقت للحزن الكتاب عجيب قوي لما يبتدي يقول الاوقات دايما الكتاب حتى في سفر التكوين اصحاح واحد لما ربنا جه يخلق الارض ما ابتداش بالنهار لكن يقول ايه؟ وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. حياتنا دايما بتبتدي بالمساء، دايما بتبتدي بالضلمه، دايما بتبتدي بالامور الصعبه، دايما بتبتدي بالضغط، دايما بتبتدي بالالم بس عشان ربنا يجي بعد كده نهار يمكن الليل قد تناهى الليل وتقارب النهار يمكن في ليل جه في حياتك يمكن في امور صعبه مريت فيها لكن ربنا النهارده جاي يشرق ويتزايد نورك وحياتك مع ربنا الى النهار الكامل انت النهارده لو حطيت ايديك وحياتك بين ايدين الرب مش هتبقى مجرد انسان عايش زي بقيه الناس لكن ربنا هتدي يفهمك خطته في حياتك هتدي يفهمك هو ايه اللي بيحصل في حياتك ايه غرض كل حاجه بتحصل فيك ومعاك ليه بيحصل فيك كده كتاب يقول كده للقتل وقت وللشفاء وقت للهدم وقت وللبناء وقت للبكاء وقت وللضحك وقت دائما الحاجات للنوح وقت وللرقص وقت لتفريق الحجاره وقت ولجمع الحجاره وقت يمكن الحاجات الصعبه بتمر في حياتنا الاول لكن جاي بعديها فجر جديد جاي بعديها نصرة جديدة بعد الهزيمة والضعف والألم والفقر واليأس ربنا بيحضرك بيشكلك علشان تكون مهيأ لاستقبال مجده الجاي عشان كده يمكن نبص في حياتنا ونقول خلاص يبقى انا يبقى انا كده لازم ابتدي اتاقلم ان في حاجات جايه كتيره حلوه ما فيش حاجه خلاص همر بيها صعبه بعد كده لكن لا مش شرط ممكن بعد كده قلبت لما نبص نقول ايه للمعانقه وقت وللانفصال على المعانقه وقت للكسب وقت وللخساره وقت للصيانه وقت وللطرح وقت ممكن ربنا يوريني حاجات صعبه في الاول وبعد كده يسهل الدنيا وبعد كده احتاج ان أنا اتشكل بطريقه اعمق وبطريقه ادق يمكن ربنا يشيل مننا الشوائب الكبيره الاول الحاجات الضخمه الاول يمكن لما اول ما بيجي للرب يسوع الخطايا الفظيعه اللي كنا بنعملها القتل الشهوه الزنا الفجور الطمع العناد الخبث المكر يبتدي ربنا يشيلنا من يشيلها مننا لكن بعد كده محتاجين للتعالب الصغيره اللي بتفسد الكروم الدبان الميت اللي بينتن طيب العطار ربنا يبتدي يضيق المنخل يمكن الاول اول ما بنيجي يبقى المنخل خرم واسعه في حاجات بتعدي وحاجات ربنا بيفوتها لنا وحاجات ربنا بيقول اوكي مش مشكله يمكن انت لسه صغير في الحته دي يمكن انت عايز تتنقى اكتر لكن كل ما بنكبر في علاقتنا مع ربنا وكل ما بنتعمق معاه وكل ما يبتدي بقى يفصصنا يحطنا تحت المجهر تحت العدسه الشوائب اللي قد كده اللي ما تبانش العين المجرده تيجي ربنا يحطها تحت المجهر يقول لا انا عايز اللؤلؤه بتاعتي تكون نقيه لاقصى درجه، انا عايز اللؤلؤه بتاعتي تكون ما فيهاش شوائب لما تتحط تحت الميكروسكوب ما يبقاش فيها اي عيب ولا اي ديفاكت ولا اي حاجه بتشوبها. يبتدي المنخل يضيق يبتدي الخروم الحاجات اللي كان ربنا بيفوتها لي زمان ما يفوتهاش دلوقتي يبتدي ربنا ينقيني ويطلع حاجة حاجة بأيدي الحنينة ويمررني في ظروف تاني أصعب وفي ظروف تاني أضغط فيها أكتر عشان أتشكل وعلشان أجوز في حاجات الحاجات الصغيرة دي مش هيبينها غير الخروم الضيقه ثم الخروم واسعة ودنيا مرح راحة ممكن تعدي حاجات مني وأنا مش عارفها لكن النهاردة ربنا بيقول لك أنا جاي ومش هسيبك غير لما أباركك عارف لما قال إبراهيم وقال لي يعقوب مش هتركك غير لما أباركك مباركة ربنا النهاردة عايز يباركك عايز يباركك وعايز يباركك ربنا النهاردة عايز يملا حياتك بمجد أبدي عايز يملا حياتك بمعنى مش بس تعيشه على الأرض هنا لكن معنى يستثمره وإنت في حياتك لغاية إلى أبد الأبدين إلهنا صالح إلهنا عظيم إلهنا بيحبنا محبة غير عادية إلهنا مهتم بينا وبيهتم فينا مش بس باللي بيحصل حوالينا لكن اللي بيحصل جوانا عشان يشكلنا عشان نكون مشابهين صوره ابنه ناخد فاصل قصير وهرجع اكمل موضوع النهارده الوقت والزمن والمواسم اللي ربنا بيمررنا فيها في حياتنا خليكم معايا أعزائي المشاهدين اهلا بكم مره ثانيه بعد الفاصل عشان نكمل الاوقات والازمنه الكتاب بيقول ان صنع الكل حسنا في وقته ربنا بيعمل كل حاجه حلوه لفاك تكوين لما رب ابتدى يخلق الارض الكتاب بيقول بعد كل يوم بعد كل خليقه ربنا يعملها في اليوم ده يقول وراء الله ذلك انه حسن لكن الحسن ده الحاجه الحلوه دي بتحصل مش شرط في الوقت اللي احنا عايزينه كتاب يقول صنع الكل حسنا في وقته هل احنا دايما عايزين ربنا يمشي على ساعتنا احنا ولا احنا مستعدين نمشي على ساعته هو ربنا عنده اوقات وعنده ازمنه لانه عرفنا احنا محتاجين ايه عارف كمان خطته العامه لشعبه خطته العامه للكنيسه خطته العامه للشعوب والامم والارض كلها ربنا مش بس بيتعامل معانا كحاجه صغيره من ضمن حاجه كبيره لكن حتى احنا كافراد ربنا بيهتم بكل تفصيل من حياتك بكل دقيقة بتمر في عمرك ربنا مش بس بيبص على البيك أو الصورة الكبيرة أو الصورة العامة للشعب فأنت تبقى كم مهمل أو أنت واحد من ضمن الملايين اللي عايشين على الأرض لكن ربنا بيقولك النهاردة أنا مهتم بكل يوم بكل دقيقة بتمر في عمرك أنت لو مسلم نفسك للرب بالكامل وحاطط حياتك فعلاً تحت تسلط الرب الكامل يقول رب انا بتاعك انا مستعد يا رب في كل اوقات وفي كل الظروف وفي كل الاحتياجات ان انا اكون باصص ليك انت عارف داوود يقول ايه جعلت الرب امامي في كل حين في كل حين في الوقت الصعب في الوقت السهل في الوقت اللي انا عارف امشي فيه لوحدي او فاكر ان انا ممكن امشي فيه لوحدي والوقت اللي انا محتاجه اتشال ومحتاجه اترفع ومحتاج حد يسندني ويعضدني لكن ما يقول جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع النهارده رب عايز يثبت حياتك ما تبقاش متقلقل ما تبقاش متزعزع يمكن النهارده بنشوف حوالينا حاجات كتير قوي بتتزعزع حاجات كتير قوي بتتهز مش بس زلازل على المستوى الكره الارضيه، زلازل حقيقيه، لا، كمان زلازل في حياتنا، كمان زلازل في شعوبنا، كمان زلازل في امتنا. النهارده ربنا جاي يعني زي بيقولوا عارف يزلزل كل حاجه ويزعزع كل حاجه ممكن تتزعزع. لكن الحاجه الوحيده اللي مش ممكن تتزعزع هو الصخر اللي رب يسوع نفسه الكتاب بيقول عنه هو الصخر الكامل صنيعه. رب النهارده عايزك تتعلم انك في كل وقت في حياتك في كل موقف انت بتمر بيه سواء فهمته على طول او ما فهمتوش سواء كان ظرف صعب انت قادر تتاقلم معاه او ظرف صعب انت مش فاهم يا رب انت اللي بتعمل كده او انت ليه يا رب بتسمح ان انا امر في الحته دي ربنا جاي يقول لك في وقتي انا في وقته اسرع به انت وانت فانتظرها لانها تاتي اتيانا ولا تتاخر ربنا عمره ما بيتباطئ ربنا ساعته مظبوطه جدا ساعته مظبوطه بالثانيه لكن احنا محتاجين نتعلم ان اظبط ساعتي اظبط شخصيتي اظبط مشاعري اظبط روحي اظبط نفسي اظبط جسدي على ساعة ربنا عشان لما ربنا يطلعني في وقته هو في توقيته هو هتبقى حاجة جميلة جدا تبقى حاجة رائعة ساعات حاجات كتير بتتعمل جوه الأرض بتبقى مدفونة في الأول عارف الكتاب يقول عن حبة الحنطة لما ان ما ماتتش واتدفنت في الارض فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. في اوقات ربنا بيسمح فيها ان احنا نكون مدفونين تحت الارض، ان احنا مستخبيين، ان احنا ما حدش حاسس بينا، ما حدش محدش ما حدش بيرق لينا، حاسين بالوحده. عارف بولس؟ يقول الجميع تركوني لا يحسب عليهم لكن الرب وقف معي وقواني في اوقات كتير في حياتنا بنحتاجين اللي حوالينا اهلنا اصحابنا اصدقائنا اخواتنا بنحب نتكل عليهم ساعات بنحب نتوقع ونتعشم منهم حاجات لكن لما بنلاقيش الموضوع ده بنحبط بنتجرح عشان حاطين املنا في الناس ربنا عايزنا كمان نحب بعض مش قصدي ان احنا ما توقعش اي حاجه من حد لكن ما تستناش من اي حد اي حاجه خلي اي حاجه تجيلك من الناس ده يعني ايه بقشيش عارف حاجه زياده حاجه خير وبركه لكن انا من غير الناس هكون متكل على ربنا هكون ربنا هو اللي انا هبني حياتي عليه اللي انا هكون مكتفيه بيه اللي انا هكون يكون مركز حياتي مركز دايره عمري هو ربنا علشان كده ما تزعزعش علشان كده ما خافش علشان كده ما تقلقلش سواء لقيت ناس تسندني او لا لكن ربنا هو اللي ساندني، ربنا هو اللي معايا، ربنا هو اللي بيقويني في كل وقت، في الوقت السهل ووقت الصعب، في الوقت اللي انا فاهمه فيه ايه اللي بيحصل ووقت اللي انا مش فاهمه فيه ايه اللي بيحصل. بس اعرف ان غلاوتك على قلب ربنا غلاوه فريده جدا من نوعها. ربنا بيقول لك عايزك تفرح فيا كل حين. عارف الكتاب لما بيقول افرحوا في الرب كل حين؟ واقول ايضا افرحوا. أشكروا على كل شيء في كل شيء حياة الشكر وحياة الفرح إزاي يا رب تطلب مني إن أنا أفرح وأشكر في كل شيء ما أنت يا رب أنت نفسك بتقول في وقت للقتل ووقت لل... لتفريق الحجارة ووقت للبكاء ووقت للنوح يا رب ما أنت عارف إن في أوقات في حياتي صعبة إزاي عايزني أفرح في كل حين وإزاي عايزني أشكر في كل شيء عارف ليه عشان ربنا معاك عارف ليه عشان لو ربنا في السفينة بتاعت حياتك حتى لو انت شايف الموج عالي والعواصف جامده وخايف تهلك وتغرق عارف بطرس لما جه قال له يا رب انت ما انت نايم انا يهمك ان انا نهلك ده اللي بطرس افتكره بص للزوابع والعواصف اللي حواليه وبص على امكانياته والسفينه المنهاره في وسط البحر اللي ابتدت تغرق وبص على المنظور لكن عرف ان الرب في السفينه ساعات ربنا بيتظاهر أنه نايم ساعات إحنا بنفتكر أنه هو نايم ومش همه بالعكس ربنا النهاردة عايز يقولك إن لو أنا وانا في وسط حياتك لو أنا جوه سفينة حياتك ما تخافش على سفينتك من الغرق ما تخافش على سفينتك من الزوابع ولا الأوقات الصعبة اللي الكتاب قال عنها لأن الكل حاجة مظبوطة جداً مع ربنا الكتاب يقول صنع الكل حسناً في وقتهم عشان نختبر ده لازم ذهننا يتجدد عشان نفهم الامور الموهوبه لنا من الله الاله الصالح ده الاله اللي بيعمل كل حاجه كل حاجه في حياتنا لخيرنا لانه بيحبنا محبه ابديه عارف الرب يسوع في الليله اللي اسلم فيها الكتاب يقول كده يسوع وهو عالم ان ساعته قد جاءت الساعه اللي كتب قال عنها انها سلطان الظلمه الساعة اللي رب قال الساعة جات وسلطان الظلمة وعارف انه هيسلم الى ايدي الاشرار هيروح للصليب الكأس المر اللي لازم يشربها لكن في وسط حتى الساعة دي كان مين اللي على باله احنا انا وانت وانتي كتاب بيقول يسوع وهو عالم ان ساعته قد جاء اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى ربنا بيقول لك انا كانسان على الارض كنت بفكر فيك وفيك وانا رايح للصليب وانا رايح لاصعب وقت في حياتي كانسان كابن الانسان كالله المتجسد في صوره بشر لكن المحبه دي ما ضعفتش ما انهارتش الظروف اللي كان ربي يمر بيها وفيها ما منعتوش انه عينيه متركزه قوي على الاب متركزه قوي على عروسته اللي بيحبها اللي ناوي يموت ويتصلب ويدفع دمه تمنها النهاردة كمان ربنا محتاج ان احنا نفهم الحكاية دي نعرف ان انا رب في وسط الظروف دي كلها مش عايزة انساك ومش عايزة انزل عيني من عليك مكتوب ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي يبقى رد فعل ايه وهو رايح للصليب كان في سرور موضوع امامه كنت انا وانت والملايين من البشر اللي هيدفع ثمن خطيتهم وهيحررهم وهيفكهم من الموت وهيحررهم من العبودية إبليس ده الهدف اللي كان قدامه ده السرور الموضوع أمامه تبقى النتيجة الحتمية اللي احنا بقى نعملها إيه كتاب يقول كده فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم الرب عايزني من نفس المنطلق زي ما هو عمل وترك لي مثال هو عايزني أنا كمان في وقت الضيق ووقت الشدة ووقت النوح ووقت البكاء وقت الضغط إن أنا كمان أبص عليه أتفكر في الذي احتمل من الخطاة مقاومة مثل هذه النهاردة يمكن تتعرض لحياتك للسجن تتعرض لحياتك للقتل تتعرض لحياتك للاضطهاد يمكن عيالك اتخطفوا يمكن مراتك مش عارف هي راحت فين يمكن حد من احبائك اتسجن حد من احبائك مات النهارده بنمر كتير قوي في بلادنا بالذات بظروف صعبه مجهول مش عارفين الدنيا رايحه بينا لفين لكني عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي ربنا النهارده بيقولك في الوقت الصعب ده انت أكثر وقت فيه محتاج انك تثبت عينيك عليا انك تحط املك واتكالك فيا لان الهنا اله ابدي صالح الى الابد رحمته محبته لينا محبه ابديه وافكاره وخطته لينا ولحياتنا هي خطه ابديه رب النهارده بيقول لك انا كل شيء صنعته باحكام مطلق وشديد جدا مش علشان ادمرك ولا علشان احطمك ولا علشان تضغط وتتعصر لكن العصره دي الضغط ده هيشكل منك انسان بحسب قلبي انسان ليك ثقل, ثقل مجد ابدي انسان يرى فيه رب نفسه عارف لما قال عن اسرائيل هذا عبدي الذي به اتمجد ربنا عايز يبص على كل واحد واحده فينا النهارده ولاده الحقيقيين اللي دفع دمه تمنى ويقول هو ده تحفتي هو ده عملي هي دي اللؤلؤه الواحده الكثيره الثمن اللي كانت تستاهل إن أنا أبيع كل مالية وأشتريها عايز أشجعك النهاردة ربنا بيقول لك في كل وقت من حياتك الوقت اللي أنت فاكره سهل والوقت اللي أنت فاكره صعب غير ذهنك غير مفاهيمك ابتدي بص على إلهك اللي في كل حين هو معاك اللي في كل وقت هو سندك اللي بيعبر بيك في كل مضايق الحياة في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم ربنا بيقول لك النهاردة أنا مش ناسيك في وقت الضيق وقت الضعف وقت النوح وقت البكا أنا حاسس بيك وعارفك دعوتك باسمك أنت ليه النهاردة بشجعك وبشجعك أن ربنا عايز يعمل من حياتك ومن حياتك لؤلؤة غالية ثمينة يفتخر هو بيها قدام الناس والملائكة والخليقة كلها وبشجع إنك أنت تعرف أن أنت مش منسي قدام ربنا ان انت غالي قوي على قلبه وانه بيحبك محبه فائقه المعرفه الى اللقاء في حلقه جديده من دقائق التنمية.